هو مؤتمر صحفي عشان نعلن فيه ان دكتور اشرف صبري هيسافر لاستراليا عشان يرفع علم مصر اول مره من سنه 1915، يعني من الحرب العالميه الاولى، وده في ظل احتفالات العالم بالحرب العالميه الاولى او الدول المشتركه الاعضاء في الحرب العالميه الاولى. الحدث ده كبير جدا، وانا بعتبره من اعظم الاحداث اللي حصلت. عشان كده احنا كجماعه من نساء مصر بنتبناه، لان كعادتنا احنا بنتبنى كون كل الافكار الجديده. ومن الدكتور اشرف صبري هو عضو فخري في الجمعيه العامه لنساء مصر، كنا احنا لازم نبقى نقف، ده لانه فكرته نبيله وده لانه هو عضو في الجمعيه. احنا فكره انه علم مصر يترفع خفاقا في استراليا، ده معناه كبير جدا ان مصر بتعدي لصدارتها في لمكانها الطبيعي في صداره العالم. ودي اعتقد انه اجمل حاجه احنا ممكن كنساء مصر نقدمها لبلدنا، ان احنا ندعم مثل هذه الافكار. يعني بعد 100 عام تقريبا او اكتر، يعني هذا يعني رفع علم مصر، شايفاه في التوقيت ده ما هو الدلاله الوطنيه؟ رسالة قوية جدا، لأن الجيش المصري على مدار التاريخ زي ما هتشوفوا في الكلمة اللي هقولها وهتسمعوا، الجيش المصري العظيم منذ أقدم العصور هو جيش مصر. احنا مصر جيشها شعب وشعبها جيش. فعشان كده هي برضو رساله ان قد كده الجيش المصري كان منذ القدم هو موجود وهو بيحافظ على 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 الدوله المصريه وعلى كيانها وعلى وجودها. الجيش المصري العظيم هيفضل عظيم، وان شاء الله لو مره 100 سنه، لو مش مره 100 سنه كمان الاف السنين لقدام هنقول نفس الكلام، والاجيال القادمه هيقولوا نفس الكلام. شكرا. احنا عايزين نعرف بس هو ايه السبب اللي خلى مثلا طيلة هذه السنوات على ما اتفق بين مصر كانت مشاركة في الحرب العالمية الأولى وقت توقيتها دلوقتي ازاي؟ توقيتها تشجيع سياده الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وفكره الرائد وفكره المختلف وفكره العظيم، ان هو بيشجعنا كلنا ان احنا نتبنى الافكار النبيله زي ما انا قلت. عايزين احنا كل اللي بنشتغل عليه يا جماعه، ولو كل واحد ابتدى يشوف الجوانب الايجابيه اللي في المجتمع. النهارده مصر لازم تعدي، لازم ترجع مكان مصر، مش هو اللي احنا موجودين عليه النهارده، مكان مصر الطبيعي في صدارة العالم. صدارة العالم دي كانت موجودة بجيشها العظيم، مصر كانت بجيشها العظيم في صدارة العالم. احنا ده اللي بنشتغل عليه النهاردة، وده اللي هنستمر فيه، ومش هنيأس. رغم ان احنا عندنا كجماعة من نساء مصر في تحديات كبيرة جدا جدا، انما احنا تحديات من بعض الناس اللي هي ما بتحبش الافكار الجديدة او بتحبش الافكار النبيلة، لكن احنا هنفضل ظهر الدولة. واحنا قلنا من منذ البداية، منذ اليوم الاول بنشتغل في الشارع المصري من بعد 25 يناير عشان ندعم فكر المواطنة، واحنا مستمرين على ده. وطن او لا وطن، النهارده مفيش اختيار. احنا كمان عايزين مش بس وطن، عايزين وطن ونرجعه تاني لصدارة العالم، وده اللي بنشتغل عليه وهنستمر فيه ان شاء الله. احنا عايزين نتاكد من حضرتك دور الجمعية في مسندة الاحداث اللي تكتب دور مصر ومكانتها للخارج. يا فندم، المؤتمر اللي فات احنا اخر حاجه كانت موجوده الاول، كان في حدث. الحدث اللي قبليه كان مؤتمر اسمه امه واحده، كنا بنكرم فيه امهات العرب، وهي رساله، وكان ودي حاجه معموله. الاحتفاليه كانت احتفاليه شعبيه نسائيه من منطلق احساسنا بالمسؤوليه، احنا اللي عملناها، وهي كانت على نفقاتنا الخاصة يعني تماما، محدش ساعدنا بيها خالص. احنا كنساء مصر او احنا جماعة من نساء مصر بعضواتها، احنا فكرنا انه دي هتكون رسالة قوية جدا عشان نقول لكل امهات العرب شكرا على مساندتكم لمصر في محنتها. واحنا عشان كده بنشتغل عليها، وكمان بنشتغل الفتره اللي جايه على الملف الافريقي. احنا كمان هنشتغل على الملف الافريقي الفتره اللي جايه وبقوه، مش بس دول حوض النيل، لا، هيبقى في شغل وتجديد، ومش هقدر اقول حاجه دلوقتي، لكن هتلاقوا احنا بنفس المنطلق بفكرنا الجديد. النهارده احنا بنتكلم على اساس ان مصر ترجع رائده، مش بس في استراليا، في افريقيا وعلى مستوى الدول العربيه، على مستوى الدنيا كلها. واحنا عندنا من الاصرار اللي خلينا نكمل رغم كل التحديات خلف الدوله المصريه.